قلنا لكم هنتكلم النهارده عن الدراما كتير، وخليني دلوقتي اكلمكم على مسلسل بيت الرفاعي، بطوله النجم امير كراره ومجموعه كبيره جدا من المع النجوم، استاذ سيد رجب ورياض الخولي واحمد رزق وناس مكي واحمد فؤاد سليم وميرنا جميل واستاذ صفاء التوخي ومحمد لطفي ورحاب الجمل وملك اورا وعايده رياض، ومن تاليف بيتر ميمي وعمرو ابو اليزيد وهند عبد الله واخراج احمد نادر جلال وانتاج سينرجي. الحقيقه المسلسل فيه كميه صراعات ما بين الممثلين وقصص على الميراث وال الاخوات اللي بيحاولوا يمنعوا بعض من الميراث، وموضوع كبير وخلاص احداث الحرقه العشره يعني الناس كلها خلاص ابتدت تتكلم عنها. وخلينا دلوقتي نروح ناخد على التليفون استاذه صفاء التوخي. كل سنه وحضرتك طيبه الاول عشان عيد الام ورمضان كريم ومنورانا في نغم اف ام. وحضرتك طيبه، وحضرتك طيبه، ده نوركم. ببارك لحضرتك على دور ليلى في بيت رفاعي والده نجم امير كراره، وكمان احنا عندنا عتبات البهجه واعتقد كمان ضيف شرف الكبير قوي، فموسم رمضاني في 2024 ما شاء الله ناجح جدا. صحيح فعلا موسم جميل الحمد لله. كل سنه وحضرتك بخير، وعايز اعرف حضرتي ازاي لكل دور فيهم. والله بصي، هو اصله يعني انا كنت محظوظه لان انا كنت بشتغل مع مخرجين أنا بحترمهم وبحب الشغل معاهم جدا، سواء مع أستاذ أحمد جلال في بيت الرفاعي، وكان التحضير يعني بناء على قرايتي للورق اللي كان جميل بالنسبة لي قوي، حبيت الورق قوي قوي، وتكلمنا أنا وأستاذ أحمد على الشخصية كويس، وكان الحقيقة عمل موفق والحمد لله، يعني يا رب احنا لسه بنذيع وبنكمل، فإن شاء الله يبقى يعني عمل يدخل البيوت والناس تحبه. من المشاهد اللي الناس اتكلمت عليها المشهد اللي كنت بتقنعي فيه أمير بأنه يروح يسلم نفسه. أيوة مظبوط، أيوة مظبوط، مشهد الأم لما بتبقى يعني رغم إن ده يعني مش قادرة تفاضل بين أولادها، لكن هي أدركت إنه بذكاء الأم يعني أو بحرص الأم على أولادها إن الولد ده مش ولد، هو مظلوم فلازم يدور على حقه وعلى براءته رغم إن ده ممكن يضر بابنها التاني، فكان صراع يعني محسوم عند الأم اللي شايفة ببصرتها الأمر يعني. الصراعات اللي جوه البيوت والإخوات والدراما الاجتماعية دي بتشد الناس بشكل كبير، وخصوصا في رمضان وبيبقوا معظم أفراد العيلة قاعدين بيتفرجوا، فكل بيت بيحس إن المسلسل يعني بيلمس حتة فيه. صحيح صحيح، وهي فعلا مشاكل موجودة في معظم البيوت، الخلافات اللي على الورث ومين الكبير، ولكن بيظل طبعا الصراع بين الصراع المبادئ والقيم يعني، يعني ازاي ممكن الخير لو قدرنا نقول ينتصر على الشر يعني، حتى جوه البيوت في تفاصيل اسريه يعني. صحيح. تقولي للناس ايه بقى عن الحلقات اللي جايه في بيت الرفاعي؟ لا ما اقدرش اقول حاجه خالص. حاجه تقولي لنا ايه يعني؟ حاجه مش لازم تكون حرق للاحداث يعني. ارجو يعني ان انتوا تكملوا بمتابعه يعني طيبه وتستمتعوا ويعني ونكون نجحنا في ان احنا نوصل رسالة العمل واحساس العمل ويكون بيعكس حاجات في الواقع فعلا حقيقية موجودة. طب كمان ما ينفعش تبقي معايا وما اسألش عن عتبات البهجة وده عامل حالة لوحده بقى كده. طبعا ده واخد دور لوحده كده، المسلسلات كلها ماشيه في حته وهو ماشي في حته لوحده. والجميل دكتور يحيى الفخراني العظيم العبقري، الدندنة بقى اللي كانت بينكو بقى والاغنيه اللي كانت شغاله دي، المشهد ده برضو الناس كلها توقفت عنده. والله انا شرفت ان انا اشتغلت مع دكتور يحيى الفخراني، يعني مهما هتكلم طبعا مش انا اللي هتكلم عنه يعني، لكن يعني انا بالنسبه لي كانت اضافه كبيره ويعني شرفت حقيقي واستمتعت جدا 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 يعني بالشغل معه، مع طبعا تحت يعني تحت قياده طبعا أستاذ مجدي أبو عميرة اللي هو يعني أستاذنا كلنا يعني. الميكس ده كمان ما بين أستاذ مجدي أبو عميرة وأستاذ يحيى الفخراني كنا مفتقدين وبقالنا سنين. أيوة أيوة الطعم ده صحيح، ده صحيح. وطبعا عمنا صلاح عبد الله ويعني كرو بصراحة يفرح طبعاً القلب طبعاً يعني طبعاً يفرح أي بيت يدخله يعني، يدخل علينا البهجة فعلا زي ما هو عنوان المسلسل يعني. ده حقيقي، ده حقيقي، أنا شرفت بالتجربة دي جدا 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 جدا، وشركة العدل جروب قد كده شركة يعني محترفين ومحترمين والشغل معاهم جميل يعني الحقيقة.
انا كنت محظوظه السنه دي وكمان بالكبير. انا يعني كانت مشاركه بسيطه لكن انا بجد استمتعت جدا جدا جدا. احكي لنا شويه عن تجربه الكبير بقى، ويعني حضرتك طالعه في الحلقات الاخيره اعتقد صح؟ لا في الحلقات الاولى. اوكي. في الحلقات الاولى طبعا انت عارفه ده مسلسل كوميدي اكتر يعني ماليش قوي في الكوميدي، مختلف طبعا، مختلفة وجديدة. بس الحقيقة برضو أستاذ أحمد الجندي يعني أكثر من رائع، الحقيقة مخرج جميل جدا جدا جدا، وكل الأستاذ أحمد مكي الأستاذ محمد ثروت، أنا الحقيقة استمتعت جدا، أنا كنت محظوظة يعني الحمد لله. ده مسلسل كمان في الموسم الثامن والناس بتتابعه بالشكل ده، فيعني نجاح كبير. صحيح صحيح صحيح، وخصوصا يعني الأجيال الجديدة الشباب والولاد والبنات يعني جمهور عريض ما شاء الله يعني حقيقي. ومن أكبر الإضافات بتبقى فيه بتبقى ضيوف الشرف، يعني احنا قاعدين مستنيين مين ضيف شرف الحلقة. صحيح، وأنا كان ليا الحظ والشرف الحقيقة الحمد لله. حضرتك نورتينا وأسعدتينا، كل سنة وحضرتك بخير. شكراً. ورمضان كريم وكل سنة وأنت طيبة عشان عيد الأم. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في نغم اف ام. العافية يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا.